አቤት እናትነት ምስጢሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ምስጢሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ وصحبه أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ودي تكبرات واندموتنا أحتوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ኢንሻአላህ ዛሬ እንግዲህ የ8ኛው ክፍል ማለት ነው الاصول الثلاثه وادلتها የሚለው የጀመርነው ትምህርት ኢንሻአላህ ከዛሬ ከቆምንበት እንጀምራለን ኢንሻአላህ ቂራቱን በደንብ ተከታተሉኛላችሁ قال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وانواع العباده قال المصنف رحمه الله وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية ان شاء الله زيغا نقوم عند صفحه بتاع لمايت الموكي مكناتون قلباچوم دمو تنش كچامرو تسلميلن يهن صفحه نو ان شاء الله زاري لمايت من موكرو معناتنا عندي نبابون دغملاچو ان شاء الله بدهم تكتاتلو والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه ان شاء الله ان ننوي من يوم مالت نو من المصنف رحمه الله والرب هو المعبود رب بلو مالت كتاب بلو مالت هو المعبود يميجزوتنا يميملكوت فطاري املاك مالت السو نو وهو المعبود السو يميجزوت املاك مالت السو نو فطاري مالت رب مالت جيتا مالت والدليل قوله تعالى الذي ما سرجا مندنا يمطاو مصنف رحمه الله قال الله تعالى الله اندي لالال يا ايها الناس ان انت سوچوي اعبدوا تغزو على ربكم جيتاچو الذي خلقكم ان انت لفطره يفطراچون جيتا تغزو والذين من قبلكم كان انت كبفيت يفطرون ام جيتاچو يفطرون كان انت فيت ينبروت يفطرون جيتا تغزو لعلكم تتقون الله انت فروت زندا الذي يسوم دغمو ما انه الذي جعل لكم الارض فراشا مدرن منطاف يادرجلاچو جيتا والسماء بناء سماء اندزوم طارا يادرجلاچو جيتا انت تغزو وانزل اورد من السماء كسماء ما انزنابن ማለት ነው ውሃን ያወረደላችሁ فاخرج به كسوم دمو بوሃውን ያወጣ የሆነ فاخرج ያወጣ به بسو بوሃው من الثمرات ማለት ቡቃያ አትክልቶችን ሪስቀለኩን ተመገቡ ዘንዳ ማለት ነው ርስቅ ይሆንላችሁ ዘንድ በዝናቡ አማካይነት ከምድር ቡቃያ ያበቀለላችሁን ጌታ ተገዙ فا
فلا تجعلوا انداتادرغو لله الى الله سبحانه وتعالى اندادن معناتنو بالانطا ويوچ ويم اتادرغو بالانطا ويم دمو امسايا ويم شريك اغا انداتادرغو وانتم تعلمون ان انت ياوقاچو ان انتم بفطارينتو يمتاقو ستونو لله بالانطا اتادرغولت الى معناتنو እንደዚህን ቃለ ኢብኑ ከሲር ረሂመሁላህ ኢብኑ ከሲር ትልቅ ሙፈሲር ማለት ነው ቁርአን ሙፈሲር የሆነው ምን ይላል ለዚህ አስተያየት ሲሰጠው ቁርአን ከላይ ያለውን አያውን የቁርአን አስተያየት ሲሰጠው ይላል አልኻሊቁ ለሃዚ አልአሽያ አልኻሊቁ ፈጣሪ ለሃዚ አልአሽያ ይሄን ለፈጠረ ጌታ ሰማይ ማለትም እኛን ለፈጠረ ከኛ ፊት የነበሩት የፈጠረ ከሰማይ ዝናብ የሚያዘን ከምድር ቡቃያ የሚያበቅለው ጌታ هو المستحق الى السنة حق يالو ليجزوت يميجبا للعبادة السو ليعملكوت يميجبا السو نو لعملكوت لعبادة مبت بتشنيا بالا مبت السو نو الله سبحانه فتعري بتشانو الى المالتنو انا وانواع العبادة اندزيو مصنف رحمه الله ملال وانواع العبادة هي عبادة عينتوش التي امر الله بها الى التي امر الله بها الله عزيزاتش عبادة عينتوش مثل الاسلام اسلم اناني مسل عندما التعزز مالتنا والإيمان أمنتني مثل والإحسان اندزيوم دقنت إحسان مالت إن شاء الله لو دفتون متعلن من مالت اندهون إحسان مالت إنا يوالن إحسان دقنت مالت فصو منتي مثل ومنها الدعاء اندزيوم لمنا سألوت مالتنا ملجة ملمن مالتنا ومنها الدعاء والخوف فراتني مثل ويم سقات مالتنا مفرات والرجاء رجاء بلو مالت تسفى أمنت متعلن رجاء مالت تسفى متعلن مالتنا تسفى أمنت متعلن والتوكل ممكات መመካት ያንዳንዱ ኢንሻአላህ ከቁርአን ማስረጃ ያመጣልን እና ያለን ወደፊት እንመጣባቸዋለን ኢንሻአላህ አሁን ቃል በቃል ኢንሻአላህ ትርጉሞች ትርጉማቸውን ኢንሻአላህ በስክሪፕቱም ይሁን በወረቀት እየጻፋችሁ ቃል በቃሉ ሐፍዟቸው ማለት ነው ትርጉሙ ብቻ እና ከዛ ደግሞ ከቁርአን ማስረጃ ከሐዲስ ማስረጃ ይመጣልናል ያንዳንዳቸው ማስረጃ አላቸው ማለት ነው ወተወኩል መመካት መደገፍ ወረግባ ብሎ ማለት ደግሞ ተስፋን መጠበቅ ማለት ነው መታዘዝ ተስፋን በመጠበቅ አላህን መታዘዝ ማለት ረግባ ይባላል ማለት ነው ወረህባ ደግሞ የሚባለው ቅጣትን በመፍራት አላህን መታዘዝ ረግባ ረህባ ማለት ረህባ ብሎ ማለት ያአላህን በመፍራት አላህን መታዘዝ ኢንሻአላህ አንድ ላይ መጣል ረህባና ረህባ ወልኹሹ ባንድ ቁራና ይመጣልና ኢንሻአላህ በሰፊው እንረዳዋለን ማለት ነው ዛ ወልኹሽያ ዚጋ ወልኹሹ ኹሹ ብሎ ማለት ራስን ዝቅ አድርጎ አላህን በፍጹምነት መገዛት ማለት ነው ኹሹ መተናነስ ማለት ነው ወልኹሽያ እንደዚሁም መፍራት ማለት ነው ወልኹሽያ መፍራት ማለት ነውና እነዚህና ኢንሻአላህ ችንሰፋ ብቻ ነው ያው ለዛሬ በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎችን አያይዘን አንድ ላይ እናያቸዋለን ማለት ነው እና አንዴ ደግምላችኋለሁ ኢንሻአላህ ቂራቱን ወረቡ هو المعبود قال المصنف رحمه الله والربو رب ብሎ ማለት هو المعبود እሱ የሚገዙት አምላክ ማለት እሱ ነው ጌታ ማለት የሚገዙትና የሚያመልኩት ፈጣሪ አምላክ ነው ወደሉ ቀውሉሁ ተዓላ ለዚህ ማሰጃ አላህ Subhanahu ወታ ምን አለ ያ አዩሃና ስዋለ እናንተ ሰዎች ሆይ አዕቡዱ አዕቡዱ ተገዙ ያል አዕቡዱ ማለት አምልኩ ربكم ጌታችሁ الذي خلقكم يفطراችሁን ጌታ والذين من قبلكم كنانته بفيتم የነበሩትን ለፈጠረው የፈጠረውን ጌታ ተገዙ لعلكم تتقون اللهን تفروت زندا اللهን تفروت يكجلالنا الله تفروت زندا እሱን ተገዙ እሱን ብቻ አምልኩ الذي جعل لكم እሱን ደግሞ ያደረገላችሁ አርድ ምድርን ፍራሽ ምንጣፍን والسماء بناء ሰማይ ደግሞ ጣራን ያደረገላችሁ وانزل اورد من السماء كسماء ماء وها مات نو ذنابن اورد ياوردون فاخرج به بسوم ابقل اوطى من الثمرات مات بقايا اتاكلتوچن رزق لكم تمجبوت زندا مات نو فلا تجعلوا اندا تادرغو الى الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا اندا لله الا الله اندا تادرغو اندادن بالانطا ويم دوم بطي امسايا شريكن اندا تادرغو اغار اندا تادرغو وانتم تعلمون ان انت اياوقاچو እናንተ ሰማይ የፈጠረው አላህ መሆኑን ያውቃችሁ ምድር አላህ የፈጠረው መሆኑን ይያለ ይያውቃችሁ እና በፈጣሪነት የምታውቁት ስትሆኑ ለአላህ ካላህ ውጭ ላለ ነገር እንዳትገዙ እንዳታመልኩ ይላል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير من قال الله يزنلتنا الخالق لهذه الاشياء الذين لفطروا جيتا هو المستحق للعباده الى عملكوت يميجبوا حق يالو عباده يدرجلت يميجبوا اسنو الى معناته نو ان وانواع العباده بمسكتل منال وانواع العباده التي امر الله بها الله يعززاتو عباد وانواع معنات عينت معناته العباده يا عباده عينتوت التي ياتي امر الله يعززاتو بها بسوا مثل الاسلام مثال اسلمنا يمثل والايمان امنتي يمثل والاحسان احسان معناته ومنها الدعاء لمنا معناته والخوف مفرات والرجاء تسفى ما درج እንደዚሁም ደግሞ ወተወኩል መመካት ወረግባ መከጀል ረግባ መከጀል
ወረህባ መፍራትን ወልኹሹዕ መተናነስ ወልኸሽየቱ እንደዚሁ መፍራት እነዚህን የኢባዳ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ኢባዳ ብሎ ማለት እንደዚሁም ሼሁ ልእስላም ኢብኑ ተይሚያ ሚለዋል አልኢባደቱ ሂየ እስሙን ጃሚዑን ሊኩሊ ማ ዩሂቡሁ ላሁ ወየርዳሁ ምን አልአቅዋሊ ወልአዕማሊ አዛሂረቲ ወልባጢና ይላል ማለት ነው። እና ኢባዳ ብሎ ማለት ይላል ሼሁ ልእስላም ኢብኑ ተይሚያ ኢባዳ ማለት አምልኮ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? ሂየ እሷ እስሙን ስም ናት አለ ጃሚዑን የሰበሰበች የሆነች ሊኩል ማ ይሁብ ላሁ ወይርዳው አጠቃላይ አላህ የሚወደውና የሚፈልገው የሆነ ስም ነው አለ። እና ምን አልአቅዋሊ ወልአማል ከንግግር ይሁን ከስራም አዛሂረቲ ወልባጢና እና ማንኛውም አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚወዳቸውና ውስጣዊና ውጫዊ ንግግርም ሆነ ተግባራት የሚያጠቃልል ስያሜ ነው ይላል ኢባዳ የሚባለው ማለት ነው። ምን አምሲለት ልኢባዳ ለምሳሌ ሁብ ላህ እንዳየ ነው አላህን መውደድ አላህን መፍራት እንደዚሁም ልመና ሰላት ስያም ጾም እነዚህ በአጠቃላይ አላህ የሚወዳቸው ስራዎች የኢባዳ አይነቶች ናቸው ማለት እነዚህን ኢባዳ አይነቶች አሳልፎ ለማንም አይሰጡም የማንም አይሰጥም ማለት ነው። እነዚህ የኢባዳ አይነቶች ናቸው። እንሻላ በበለጠው እንሻላ በሚቀጥለው ያው ትምህርታችን ሌሎችም የቀሩትን የኢባዳ አይነቶች አሉ ወልኢናበቱ ወልኢስቲአናቱ የሚባል ወልኢስቲአዛ ማለት ወልኢስቲጋሳ ማለት ዘብህ እርድ እንደዚህ ወነዝር ወገይሪ ዛሊከ ምን አንዋ ኢባዳቲ ለለቲ አመረላሁ ቢሃ ሌሎችን እንሻላ እነዚህን በነገ ውለት እናያለን። የዛሬ እንሻ الله ازي لا يبقال يالكون والله اعلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.